الخبير الملاحي أستاذ عمرو الشافعي. مساء الخير يا فندم. أستاذ عمرو، يعني النهاردة الحقيقة الصورة المبهجة اللي كانت موجودة في تحيا مصر، وخليني أقول أخد عنوان بأنه الموانئ المصرية على خريطة جديدة في النقل البحري. يعني أنا هاخد من كلام حضرتك ومن كلام دكتور حسن، الأستاذ حسن، يعني دي بداية تطبيق رؤية الدولة المصرية 2030، الجمهورية الجديدة على أرض الواقع. احنا النهارده عندنا مصر انها تكون مركز لوجستي عالمي، ده لازم يكون بتطوير البنيه التحتيه اللي فخامه الرئيس كان وجه بتطويرها فيما يخص الطرق، فيما يخص الاستثمار في المواني وتطوير الارصفه والاعماق بتاعه الارصفه، لان مصر لحد سنه 2012 2013 بالوضع الحالي اللي كانت موجوده فيه حاله الارصفه وحاله المواني ما كانتش هتقدر النهارده في 2023 تستقبل الاجيال الجديده من السفن اللي هي النهارده بتشيل 24,000 حاويه، بيوصل الغطس ل 17 متر و 18 متر، فكان لازم هذا التوجه عشان مصر تقدر تجابه. النقطه الثانيه يا فندم، لازم ان احنا يبقى عندنا توجه في تعظيم تجاره الترانزيت. تجاره الترانزيت دي يا فندم في دول زي ما سياده الرئيس قال النهارده قايمه على تجاره الترانزيت، ومعالي وزير النقل لما اشار لتجربه سنغافوره، سنغافوره النهارده بيتخطى دخلها القومي فوق 30 مليار دولار فيما يخص تجاره الترانزيت. تجاره الترانزيت ببساطه شديده جدا بتعتمد على حاجتين، اولا حجم مواني عملاقة موجودة في الدولة اللي عايزة تنهض بهذا القطاع، النقطة الثانية يبقى عندها شبكة من الطرق والنقل بالسكك الحديد للمواني الجافة، ودي توجه مصر خلال الفترة دي. النهاردة الحاوية هتنزل في المينا، هتتحرك بالقطر تروح المصنع أو تروح المينا الجاف، تتنقل للمصنع يتاخد منها المواد الخام، ترجع مصنعة للمينا الجاف بالقطر تاني للمينا وترجع انها تتشحن. محطه تحيا مصر دي نموذج مصغر لعدد كبير من النماذج اللي هيكون موجود، زي ما سياده الرئيس قال النهارده ومعاه وزير النقل قال ان احنا عندنا توجه فيما يخص ميناء السخنه المرحله الثانيه، وتم الاعلان عن تحالف هاتشسون سي ام اي كوسكو، وده تحالف ضخم جدا برضه بتشترك فيه المجموعه الفرنسيه مع المجموعه الصينيه مع الدولة المصرية، هيكون في استثمار كبير جدا في ميناء شبيه لميناء تحيا مصر النهارده، وده هيشتغل في خلال 24 شهر ان شاء الله على البحر الاحمر. القطاع الثاني المهم جدا اللي تم الاعلان عنه النهارده هو تطوير ميناء العريش في سيناء، وده شيء مهم جدا، يمكن سياده الرئيس اشار ليه النهارده، ودي كانت خبر مفرح لينا كلنا ان فعلا هيبقى في القطاع بتاع طابه العريش ونقل التجاره العربيه والاتفاقيه اللي تمت ما بين الدوله المصريه والاردن والعراق، وهيتم نقل البضائع عن طريق النقل البحري لميناء النقل البري سوري لميناء العريش، وهيتم شحنها لدول اوروبا، وربط نفس الموضوع عن طريق الانفاق لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد. كل الربط ده بجانب القطار الكهربائي اللي لاقى بعض الهجوم اللي هو هيربط ما بين ميناء العين السخنه وميناء الاسكندريه، محور لوجستي جديد جدا ما بين البحر الاحمر والبحر الابيض. كل الربط ده وكل الاستثمارات اللي موجوده في المواني النهارده، النقطه المهمه لما يكون عندنا ثالث اكبر مشغل في العالم زي ما استاذ حسن قال وعنده ثقه في الدوله المصريه ويجي ويستثمر طبعا. وده الاستثمار الاجنبي اللي الدوله محتاجاه الفتره دي أكيد. يمكن انا كان ليا دور وكنت شاركت في الحوار الوطني في لجنه الاستثمار الخاص والاستثمار الاجنبي، واتكلمنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا في اللجان ان احنا محتاجين جدا يبقى عندنا استثمار جاذب للقطاع الخاص يعني الاجنبي، وده مهم جدا. اسمح لي يا استاذ عمرو بالتصور اللي حضرتك كده يمكن شرحته ايضا، يعني تفضل مشكور ايضا دكتور حسن قاله، يعني الخريطه كده بقت يعني فيها نوع من انواع التكامل التجاري اللي هو الخدمات اللوجستيه اللي بتبقى موجوده في ما بين الموانئ والطرق. هل اقدر اقول كمان انه هذه الخدمات اللي بقوه عادت الى موانينا والتطوير الكبير للموانئ المصريه هيخفف كمان عن الطرق العاديه يعني الكتير، يعني هيخلي مصر تتنفس اصلا يعني.
طبعا حضرتك النهارده لما هنبدا نستخدم النقل بالسكه الحديد، وزي ما الاستاذ حسن كان اشار برضو ان التطوير اللي تم في البنيه التحتيه لقطاع السكه الحديد على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وبصراحه انا يعني اوجه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس والفريق كامل الوزير على التوجه اللي حصل في السكه الحديد الفتره اللي فاتت. النهارده احنا بنشوف القطر هيطلع من ميناء اسكندريه، هيدخل ميناء 6 اكتوبر اللي تم افتتاحه النهارده، كل ده بقى بيخفف على منظومه الطرق. في نقطه مهمه جدا يا فندم عايز اشير ليها بجانب ده، النهارده وجود معالي وزير الماليه وان هو بيتكلم على الاجراءات الجديده الخاصه بالجمارك فيما يخص المواني وتقليل الفتره الزمنيه. النهارده كان في شكوى عامه من كل الشركات الاجنبيه في السابق لتاخير خروج الحاويات من المواني. وانا اعتقد كمان وجود السيد وزير الماليه في البرزنتيشن وفي الافتتاح امام الشركات الخاصه ادى ايضا مصداقيه بان احنا حتى الاجراءات اللي كان فيها روتين وبيروقراطيه بنتخلص منها علشان سرعه الاجراءات كلها تكون سليمه. يعني هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان 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 توجه الدوله أكيد. المصريه مش توجه وزاره، ده توجه دوله بالكامل. ده التكامل اللي احنا كنا بننادي بيه بين الوزارات، لان مفيش ده فريق عمل يا فندم. وزاره النقل شغلها وتطويرها في المواني والاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبيه عمرها ما كانت هتنجح من غير ما هيكون في وزاره ماليه بمصلحه الجمارك أكيد. ان هي تقدر ان هي تتواكب مع التكنولوجيا. احنا شفنا النهارده فخامه الرئيس وهو واقف في غرفه العمليات، واللي كان سياده الفريق كامل قال ان هو شاف زيها في ميناء سنغافوره، وان هو فعلا جابوا التكنولوجيا دي وبداوا يدوها للميناء ده، وان الشباب المصري هو اللي بيدير، ودي نقطة مهمة جدا، هو اللي بيدير عملية الشحن والتفريغ بأحدث التكنولوجيا مع وجود منظومة جمركية رقمية. أيوة، ما هو زي ما قال سيادة الرئيس احنا بنبني دولة، احنا دولة أكيد. يعني أنا بشكرك جدا أستاذ عمرو الشافعي على كل هذه المعلومات الخاصة، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي.